اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين جريده الجمهوريه. نحن الان مع اللواء عصام البدوي رئيس شركه السكر والصناعات التكامليه، يحدثنا عن متابعه موسم التوريد وما قالت اليه معدلات التوريد حاليا في المصنع. احنا حاليا في مصنع كومومبو بيتم توريد حاليا محصول القصب من المزارعين. سياده اللواء اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. عايزين نتكلم على موسم القصب والتوريد، اخباره ايه؟ وصلنا لحد كام معدلات التوريد والموسم بشكل عام حاليا؟ موسم توريد القصب بشكل عام بدأ هنا في مصنع كومومبو يوم 28/12، تبعه بعد كده اشتغل بعد كده مصنع ادفو ومصنع قوس ومصنع بورقاص وارمنت. الحمد لله الست مصانع من الثمانية اشتغلوا، وفضل مصنعين بيشتغلوا بمعاد التشغيل بتاعهم الطبيعي على اخر الشهر ان شاء الله، على اخر يناير يكونوا شغالين بإذن الله ويبدأ التوريد فيهم وفقا للخطة المعمول بها للتوريد. في كل مزارع عارف بيزرع امتى وبيعطش امتى وبيكسر امتى وبيورد امتى عشان لا تحصل اختناقات في عمليات التوريد ولا يحدث تعطيش للمصنع ونفاجئ انه ما فيش قصب جاي. فبنعمل خطه كامله من بدايه الزراعه بعد انتهاء الموسم الماضي لزراعه السنه الجديده، كل واحد عارف ميعاده امتى بيزرع امتى وبيورد امتى. تمام. احنا معدل الانتاج اللي تم توريد كام معدل حاليا؟ بالنسبة للكومومبو هنا معدل التوريد تقريبا 14500 طن يوم، والمستهدف حوالي 1,900,000 طن. وعلى مستوى الشركة قصب على مستوى الشركة احنا بنستهدف ان شاء الله بإذن الله 9,500,000 طن قصب، ينتجوا لنا حوالي مليون وكسر طن سكر. احنا بنسالك قد ايه يا فندم انتاج مصر من السكر ايه بلغ كام حاليا؟ انتاج مصر من السكر حوالي 2,400,000 اجمالا، وعندنا كان في فجوه بتمثل حوالي 600,000 طن سكر، ودي بيتم معالجتها اما بالاستيراد والتكرير او من خلال المصانع الاخرى يعني. طب بالنسبه لخطه التطوير يا فندم، مستهدف خطه التطوير هتنفذها في 2030، حدثنا عن خطه تطوير الشركات والمصانع تبع الشركه ومتى يتم البدء فيها؟ احنا بصدد الانتهاء من مشروع كامل لتطوير مصانع السكر على كافة المراحل. المستهدف الرئيسي في عملية التطوير هي خفض تكاليف الطاقة وتكاليف النقل وإقامة صناعات جديدة بالإضافة للصناعات التكاملية اللي موجودة، بحيث نقدر نحقق أكبر عائد ممكن من الصناعات التكاملية. العائد ده بيعود على تخفيض تكاليف إنتاج طن السكر، بحيث تصبح صناعة السكر صناعة بتقدر توفر من العوائد المالية ما يمكن استثماره واستغلاله في عملية التطوير، لأن احنا مصانعنا كبيرة ويمكن عملية التطوير قد تتطلب مبالغ تصل إلى 6 أو 7 مليار جنيه، مستهدف أنها تتم على 4 سنين. بمجرد ما تعتمد هذه الخطة من قيادة الوزارة هنبدأ إن شاء الله نشرع في تدبير المبالغ المالية اللازمة عشان نقدر ننفذ عملية التطوير. شكرا جزيلا يا فندم وبالتوفيق لحضرتك.